هنروح دلوقتي لمواجهتنا التانية على طول علشان وقتنا. هنواصل كلامنا عن التسهيلات الممنوحة للمواطنين لتقنين أوضاع المباني المخالفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخلص من تلك المشكلة ومخاطرها. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل. أهلا بك يا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قول لي إيه أهم الرسائل والنقاط اللي توقفت أمامها النهاردة في اللقاء اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين؟ يعني هناك زوايا اقتراب عديدة، من زاوية اقتراب مباشرة داخلة إلى التفاصيل، هناك يعني استيعاب لدروس وعظات محاولات تطبيق قانون التصرف. هناك تيسيرات واضحة، هناك 23 محافظة تقريبا خفضت قيم التصالح بنسب متفاوتة وصلت إلى 70%. هناك أيضا عنصر مهم يتعلق بأوضاع القرى والنجوع والكفور، يصل بتقدير قيمة التصالح على المتر الواحد إلى 50 جنيها. فالفكرة الأساسية في هذه التيسيرات أنها راعت أبعادا اجتماعية. أتصور أن الاستطراد في مراعاة الأبعاد الاجتماعية قد يصح له أن يشمل أيضا جوانب أخرى نرجو الحكومة أن تنظر فيها. على سبيل المثال في الأبعاد الاجتماعية هناك حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءات يعني نحو 33% من السكان تحت خط الفقر، بعضهم مشمولون ببرامج الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة وغيرها من أشكال الضمان الاجتماعي. هناك أيضا إمكانية لإعفاء يعني هؤلاء من قيمة التصالح من الأصل، أيضا أرجو أن ينظر في ذلك. أرجو أن ينظر أيضا في من ليس لديهم حيازات زراعية، لأنه معروف أن موضوع المخالفات أو مصطلح عليه باسم مخالفات البناء، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال أنها متصلة من 40 سنة مضت، يعني من عام 1980. الأوضاع مختلفة، يعني يجب في تقديري أن يكون هناك تمييز بين الذي يتصالح على يعني أقل من 60 مترا والذي يتصالح على آلاف الأمتار. فالفكرة الأساسية أن أنت تريد أن تكون لكل وحدة سكنية في البلد أيا مكان مكانها في المدينة أو في الريف أن تكون هذه الوحدة مسجلة وأن يكون لها رقم قومي كما يقول الدكتور مصطفى مدبولي. من زاوية اقتراب أخرى أتصور أن هذا اقتحام كبير وجسور لمشكلة كبيرة جدا، هي أكبر من أن توصف بأنها مخالفات، هي مشكلة فساد متفشي عبر عقود فيه الكبير والصغير وتحول إلى ثقافة مجتمع. اقتحامها بالضرورة لن يكون ذي شعبية لأن هؤلاء أجزاء كبيرة من السكان، هؤلاء الذين ساهموا أو استفادوا من هذه المخالفات أو اعتبروها الأصل في الممارسة، وأن مراعاة القواعد ودولة القانون هي الاستثناء، أو يعني الشخص الخايب هو الذي يراعي يعني اعتبارات دولة القانون. هذا زمن طويل جدا كان شهدنا فيه هذه الدولة الرخوة، هذه الدولة التي ساهمت بدور جوهري في تفشي الفساد. وهنا أحب أن ألفت النظر أن أجيالا من الموظفين الذين تغاضوا عن هذه المخالفات أو سمحوا بها مقابل ما نعلم من معلوم يجب أن يكونوا موضع عقاب وتطهير واسع لجهاز الدولة في إطار ما أتصوره أوسع حملة جرت في البلد على الفساد. كنت دائما أدعو لكنس الفساد. أنا أعتقد أن قضية الأرض وما دار حولها وتجارة الأراضي وتخصيصات الأراضي كانت من أهم محاور اكتناد الثروة لدى الطبقة الجديدة، طبقة رأسمالية المحاسيب، وأتت بثروات أكبر من تجارة المخدرات وتجارة الآثار. هؤلاء لا يجب أن يقول أحد أننا نحاسب بأثر رجعي، لأن كنس البلد من صور الفساد الكبير والصغير مهمة لا تحتمل التأخير. وأنا أعتقد الرئيس السيسي وضع يده في عش الدبابير
وهو قادر عليها. طيب. إذ أنه لا يبالي كما قال بالحديث الموقوت عن شعبية. كويس. الرئيس رئيس الوزراء بالمناسبة كمان يعني قال أنه لن يتم السماح بالتعدي على إيراد واحد من الأراضي الزراعية بعد الآن. شايف هذا التصريح الواضح الحاسم إزاي؟ هذا عنصر مهم جدا لأنه الإدارة المصرية أحد سماتها كما نعرف ما نسميه شدة الغربال، اللي هو فكرة أن تبدو يعني منتصبة قائمة منفذة لوقت معين، ثم بعد الوقت حين يتراخى الوقت تتراخى هذه الإدارة. البعض يتصور أنها شدة غربال. أريد أن أقول لهم أنه هذا الكلام لن يتكرر، لأنه أتصور أن الرئيس سيسي يعتبرها معركة حاسمة، هذه المعركة التي تجري الآن. هذه المعركة التي تجري الآن كما يجب أن تتحرى فكرة كنس الفساد، يجب أن تتحرى قيم الرحمة، قيم العدالة، قيم التمييز أيضا. ولعلنا نلحظ أن في مقابل الفساد الصغير الذي تشكل في مخالفات هنا هناك متناثرة فيما قدرته الحكومة ب 50% من المباني في المدن وقرابة 100% من المباني في الريف والنجوع، أعتقد أن فكرة العدوان وتجريف الأراضي الزراعية وهي ظاهرة مهلكة بدأت منذ 40 سنة تقريبا وانتهت بنا إلى إفناء حوالي نصف الأرض الزراعية القديمة الموروثة جيلا فجيل حول النيل منذ العهد الفرعوني. طبعا تقديرات الحكومة ليست واضحة، وهذه واحدة من المشكلات، لأنه ليس هناك بيانات نهائية، لكن في أقل التقديرات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية هناك ثلث الأراضي الزراعية ضاعت في هذا العدوان الواسع النطاق على الأراضي الزراعية. مشكلة متعددة الجوانب يجب أن ندرك فيها أيضا فتح أفق وفتح بدائل لفكرة التوسع الإسكاني في الريف بالذات، كيف يمكن أن تتم بعيدا عن الأراضي الزراعية. أيضا أتصور أنه سيكون من العار أن تنشأ مخالفة واحدة إلى الآن، سواء من الآن فصاعدا، سواء في البناء أو تجريف أو في تجريف الأراضي الزراعية. أتذكر أنه إلى جوار هذه الصور من المخالفات والفساد أن الرئيس السيسي قبل 3 أعوام في مايو 2017 طلب حصر حالات التعدي على أراضي الدولة، وكان الحصر الأولي يقول الحصر الرسمي أن هناك 1,930,000 فدان، أي قرابة 2,000,000 فدان أراضي زراعية، هذه خارج حتى الأراضي الزراعية القديمة ما يسميه الفلاحون بأراضي السواد التي جرى تجريف ثلثها أو نصفها، فيه حوالي 2,000,000 فدان وضع اليد عليها من أراضي الدولة القابلة للزراعة أو الأراضي الزراعية، وفي 165,000,000 متر مربع، هذا هو الحصر الذي جرى التعدي عليها أو اغتصابها. هذا الاغتصاب الواسع للبلد أنا أعتقد أنه آن الأوان، إن لم يكن منذ مايو 2017 لتصفية الحساب معه واسترداد حق الشعب. ولعلنا نلحظ أن أسماء كبيرة جدا بعضها جرى التحقيق معه إلى الآن كالاسم المعروف، وبعضها الآخر أتصور أنه في الطريق. لا يجب التفريط على أي وجه في حق الناس وحق الشعب، لأن هذه الطبقة التي تكونت بلا قواعد اجتماعية وبلا قيمة إنتاجية لا تصدر للمجتمع إلا انقلابا في موازين القيم وفجورا نرى بعض مظاهره في صيف الساحل الشمالي. طب يعني النهارده دكتور مصطفى مدبولي اكد ان البناء على الاراضي بيهدد الاجيال القادمه، خصوصا ان استصلاح هذه الاراضي بيكلف خزينه الدوله المليارات. ايه المطلوب ليتحول ده الى ثقافه يا استاذ عبد الحليم، ثقافه مجتمعيه تحافظ على ثروه مصر من هذه الاراضي؟ انا اؤمن بان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وإذا كان الفساد ومنطق المخالفة كما قلنا قد تحول إلى ثقافة مجتمع وصدرت فيه فتاوى تجيز حتى عن هيئة الإفتاء المصرية في عهود سبقت مع دار الإفتاء المصرية، فأعتقد
أن مواجهة هذا كله تستلزم ما نسميه الشدة. الآن يجب الانتقال من كما يقول السيسي من الدولة الرخوة إلى دولة القانون. إذا وجدت دولة القانون في كل تصرفاتنا سوف نبدأ الرحلة. الرحلة في البداية تحتاج إلى قدر هائل من الشدة لكي تعتدل الموازين. هنا تزرع الثقافة جيلا فجيل. أما التعويل على فكرة نشر الوعي فلاحظي أن هناك وعيا زائفا قد نشر عبر عقود سلفت يحلل الفساد وحتى يدخل المظاهر الدينية على هذا الفساد، ليس فقط بتحليله في فتوى الإكرامية الشهيرة، وإنما أيضا بأنه ببناء مساجد مثلا في مناطق أو أراضي مغصوبة. نحن نعرف أن تجار المخدرات من عادتهم أن يقيموا المساجد وأن يقدموا بعض الإعانات الاجتماعية لبعض من حولهم لكي يشار إليهم في أوساطهم السكنية بلقب الحاج. فبينما جريمة المخدرات جريمة ضد المجتمع، بنجد أن هناك صورة أخرى على هذا النحو. ومع مصاحبة رحلة الفساد المصري لتضخم تيار اليمين الديني المهتم بالمظاهر تم هذا الخلط. ومن هنا يقيم البعض بالزيف حديثا طويلا عريضا عن هدم بعض المساجد أو الزوايا، رغم أن مصر يعني فيها مئات الآلاف من المساجد، ورغم أنه تقام بدلا من هذه الزوايا مساجد كبرى. هذا الأمر يذكرني بقول الإمام علي بن أبي طالب للخوارج حين قالوا له لن نصلي خلفك وإن لمفارقوك بعد اليوم، وقال لهم لما تفارقونني؟ قالوا لأنك حكمت في الكتاب وإن الحكم إلا لله. قال لهم هذه قولة حق يراد بها الباطل، لا تنتظم أحوال الناس بدون إمام أي حاكم برا كان أو فاجرا. فمن هنا فكرة الفوضى في التصرفات التي جرت مصاحبة تكويش على الثروة والتكويش على الدين أو الدعاء الكاذب باسم الدين. أنا أعتقد أنهما صنوان لا يفترقان، ولعلنا نرى ذلك في الحملات التي تدار الآن من الإخوان ومن غير الإخوان من خارج البلد ومن حكومة الحشاشين المسمى بحكومة المنفى ومن غيرها وقادرين وإلى آخره، والتي تبين لنا بأكثر من أي وقت مضى أن الأمر لم يعد مقصورا على قطر ولا المخابرات التركية ولا حتى المخابرات البريطانية الحفيظة على ميراث الإخوان عبر عقود، وإنما امتد إلى العاملين مع الموساد والCIA. طيب إلى أي مدى إصرار الدولة أستاذ عبد الحليم على استرداد هبتها وتنفيذ القانون ضروري في المرحلة دي بشأن هذا الملف، ملف البناء المخالف؟ يعني شايف اهتمام الدولة بشكل كبير جدا واضح بهذا الملف الآن ليه؟ اهتمام الرئيس السيسي واضح لنا. أنا أتذكر يا أستاذة ريهام أنه الرئيس السيسي في لقاء الأخير بالإسكندرية في افتتاح محور المحمودية وأشياء أخرى، وقبله في 21 مايو 2020 في الإسكندرية أيضا في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير البديل لعشوائيات غيط العنب، قال بوضوح أن الفساد أخطر من الإرهاب. ثم قال بوضوح في اللقاء الأخير انه اللي مش قادر يعمل من المسؤولين يتفضل يسيب منصبه، وانه لا تهاون في هذا الكلام على نحو مطلق. هذه هي ما اتصور انه عنصر مبشر، لانه الاخرون يعني الفاسدون بكافه صنوفهم يتصورون انها شدت الغربال. لا، الغربال سيظل مشدودا الى أن يقضى على أي صورة من صور الفساد وإلى أن تتكرس دولة القانون. صحيح أني أعرف أن دولة القانون ليست في هذا المجال فقط، وإنما يجب أن تسري في كل المجالات، مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة، هذا صحيح. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله،
وهذا عنصر جوهري جدا، وهذه معركة حقيقية لتنظيف البلد وكنس البلد. وأنا أعتقد أن هناك في بالتوازي مع قضية الشخص الذي لا أريد أن أذكر اسمه الآن لأنه لا يزال تحت التحقيق أو أمام القضاء، هناك قضية معروضة على القضاء عن تشكيل عصابي في سرقة الأراضي قيمتها 45 مليار جنيه. يمكن أن نقيس على ذلك لنتصور تريليونات الجنيهات التي نهبت وشفطت من هذا البلد، يجب استعادتها بدلا من أن نمد الأيدي باقتراض أو بطلب اقتراض إلى صندوق النقد الدولي أو غيره. طيب شايف ازاي تسجيل الحكومة لمليوني مخالفة وفقدان مصر لما يقرب من 90,000 فدان خلال الفترة من 2011 ولحد النهاردة يا أستاذ عبد الحليم؟ أنا أظن أن فقدان الحكومة ل90,000 فدان إذا كنت تقصدين الأرض الزراعية صحيح، هذا تقدير أقل من الحقيقة. أنا قرأت تقارير شبه رسمية تتحدث عن نصف مليون فدان في الفترة الأخيرة. أنا حين أتحدث عن تسليم الحكومة ودوائرها شبه رسمية بضياع ثلث الأراضي الزراعية، هذا يعني ببساطة أنه ضاع 2 مليون فدان في أقل تقدير. تعويض هذه الاثنين، أو بالمناسبة طبعا الأراضي التي بني عليها والتي استبدلت زروحها الخضراء بخوازيق الأسمنت لا يمكن إعادتها من جديد إلى الزراعة، لا يمكن، ضاعت إلى الأبد. محاولة تعويض هذه الأراضي باستصلاح يكلف تريليونات الجنيهات. طبعا الدولة تتجه فيما تحدث عنه الرئيس السيسي باسم مشروع مستقبل مصر إلى الصحراء الغربية إلى وهناك طبعا كلام يحتاج تفصيل في مشروع المليون ونصف مليون فدان أو الأربعة ملايين فدان، هناك أشياء كثيرة جدا. لكن علينا أن نعي أن ما فقدناه من أراضي زراعية ليس ملكا لأشخاص. إحنا في البيئة الإسلامية يا أستاذة ريهام الملكية اسمها ملكية الاستخلاف، المالك الأصيل هو الله والإنسان مستخلف فيما يملك، وهذا ينطبق بالذات على الأراضي الزراعية التي هي مورد عام ومرفق عام لا يجوز فيها إلا حق الانتفاع دون حق الرقبة. مش تقول إن الحاجة دي بتاعتي أنا من حق أحرقها، لا، الأرض لمن يزرعها، هذه هي القاعدة التي استقرت في التاريخ المصري قبل الفتح الإسلامي وبعد الفتح الإسلامي. وحتى حين نتأمل في التفاصيل في مشروع الإصلاح الزراعي الذي أجراه محمد علي ثم بعد 150 سنة في مشروع الإصلاح الزراعي الذي أجراه جمال عبد الناصر، نجد أن الأصل هو حق الانتفاع لا حق الرقبة. لا، مش من حقك. الملكية في مفهومنا الثقافي الذاتي ليس بالمفهوم الروماني الغربي ليست حق الرقبة، هي حق الانتفاع ولها طابع اجتماعي، إن فقدته وجب نقلها أو وقفها. طيب طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تم الإعلان عن عدد من التسهيلات للمواطنين زي تحديد مثلا 50 جنيه قيمة سعر المتر في الريف تخفيفا عن المواطنين، وده مما أعلن عنه اليوم، شايف إزاي هذا القرار يا أستاذ عبد الحليم؟ طبعا هذا التخفيف في الريف مطلوب جدا لأننا نعرف الأوضاع في الريف ونعرف محنة الزراعة المصرية، محنة الزراعة المصرية جانب منها تجريف الأراضي الزراعية، لكن محنة الزراعة المصرية أوسع من ذلك بكثير. منذ جرى تدمير نظام الزراعة المصري، نظام الدورة الزراعية والتركيب المحصولي والجمعية التعاونية والحيازة الزراعية والتسويق التعاوني، منذ جرى تدمير هذا النظام لم يوضع نظام آخر. ترتب على ذلك أن الفلاحين المصريين عادوا إلى الوضع الذي تحدث عنه الدكتور طه حسين قبل ثورة 1952، له رواية معروفة اسمها المعذبون في الأرض عن وضع الفلاحين المصريين. فكرة العوائد على الزراعة تراجعت جدا، ومن هنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجريمة الأساسية في المخالفات التي جرت هي جريمة الإدارة، جريمة الإدارات المحلية بالذات التي تعاظم فيها الفساد. فالفكرة الأساسية أنه لا يجب أن يكون الفلاح ولا ساكن الريف ولا حتى ساكن الأحياء الشعبية في المدينة ضحية لمرتين، ضحية الإدارة التي صهينت كما نقول بين قوسين ثقيلين في العامية المصرية، وضحية
الطلبات التي تطلب منه الآن، يجب الأخذ بمعاني العدالة والتدرج. يعني كما نتحدث عن ضريبة تصاعدية مطلوبة في النشاط الاقتصادي بعامة، يجب أن نتحدث عن تصالح تنازلي، بمعنى أن التصالح على الفئات الحيتان لا يجب أن يتم بذات القواعد التي تطبق على الفقراء أو حتى أجزاء واسعة من الطبقات الوسطى. وأعتقد أن التيسيرات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناء على توجيهات الرئيس السيسي أخذت في حسابها هذه الاعتبارات، وأنا أدعو إلى الاستطراد بالأخذ في هذه الاعتبارات، لأنه صحيح أن هذه الإجراءات تواجه بحملة كاسحة، لكنها لكي تكتسب مصداقية أكبر يجب أن تتسم برؤية التنوع الهائل في طبيعة المشكلة من مكان إلى آخر، وبالتالي هذا التنوع الهائل يلزمه معالجات مختلفة تأخذ في حسابها الأبعاد الاجتماعية بالذات. طيب، في إجراء مهم كمان، صدرت تعليمات للأجهزة التنفيذية بعدم هدم بيت مأهول بالسكان، شايف هذا الإجراء وهذه التعليمات إزاي؟ هذا إجراء في محله تماما، وأي إجراء جرى بالمخالفة لهذا التوجيه أنا أعتقد أنه نوع من الغشومية إنجاز، ده في أبسط تعبير، إن لم أقل نوع من التآمر ضد الدولة وضد الأمن الاجتماعي. طبعا أي بيت مأهول للسكان، لأن احنا سنواجه مشكلات تسكن الشياطين في التفاصيل عادة. مثال، إذا عمارة ما قيل أنها مخالفة، اختفى المالك، اختفى المقاول كما يختفون في العادة، واختفى الكحول، وأصبح الأمر رهنا بموقف الشاغلين، شاغلي الوحدات. إذا تقدم بعض الشاغلين دون الآخرين بطلبات تصالح، ما هو موقف هذا العمارة؟ هل يجب أن تزال على سبيل المثال؟ يعني كيف سيميزون شقة عن شقة أخرى؟ هناك تفاصيل أنا أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع أو في الأيام الأخيرة يجب بالفعل أن تمتد للإجابة على تفاصيل كثيرة جدا. وحسناً أن بعض محطات التلفزيون تخصص جزءا كبيرا من ساعات إرسالها لشروح في هذا الباب، لأنه في جوانب قلق عامة المجتمع، هو من المخالف مش من المخالف إلى آخره. في بعض الأشياء جرى إيضاحها، أعتقد أن هذه الطريقة هي التي يمكن أن تكسب لحملة كنس الفساد شعبيتها التي تستحقها. طيب، بالمناسبة وفي أقل من دقيقة لو ممكن أستاذ عبد الحليم عشان وقتنا، في 23 محافظة قامت بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح من 20 لـ70%، شايف القرار ده إزاي سريعا بعد إذنك؟ القرار ده في محله تماما، خاصة أنه شامل 70% دي وصلت في القاهرة في أحياء كثيرة جدا. فأنا أعتقد هذا الكلام في محله تماما، ويندرج ضمن الأبعاد الاجتماعية التي أدعو الاستطراد فيها لضمان كسب المعركة ضد الحيتان وكنس البلد من صور الفساد. تمام، بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، شرفتنا ونورتنا كالعادة، وبشكر حضراتكم وأشوفكم بكرة إن شاء الله في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.